يبقى الجمال والوسامة حلم يسعى الناس جميعا لتحقيقه ويفكرون فيه على شتى المستويات، فمنهم الباحث عن الثقة بالنفس ومنهم الباحث عن عمل يحتاج إلى تأثير عميق لطلته الشخصية، مثل عاملين في مجالات الإعلام والفن وغيرها من المجالات المشابهة. نعم، لكن كل هذه الجراحات التجميلية هي الحل الوحيد الذي أيضا يمكن اللجوء إليه، أما أن هنالك حلول بديلة تستخدم كبديل الجراحة ويمكن أيضا اللجوء إليها لتحقيق المعادلة الصعبة في الوصول إلى الجمال بأبسط الطرق وأسهلها وأقلها تكلفة وبدون تعرض لمخاطر العمليات الجراحية الكبرى وأيضا لفترات النقاهة الطويلة التي تستغرقها أثناء إجراءك العملية. فكل ما يتعلق عن عمليات التجميل الغير جراحية سنناقشه مع طبيبة التجميل الغير جراحية دكتور شمس العلي. يا صباح النور والجمال. شكرا جزيلا. صباح النور والعافية عليك. صباح الخير عليكم وعلى كل متابعينا. يا أهلا وسهلا دكتورة. يعني اليوم الناس عندها الانفتاح الكافي حتى تسوي عمليات التجميل بصوره عامه، سواء كانت جراحيه او غير جراحيه، لكن اليوم راح نتكلم عن عمليات التجميل الغير جراحيه اللي اتوقع عليها اقبال جدا واسع من شريحه خصوصا الشباب. صح. سواء كانوا النساء ام الرجال. فبدايه اريد نتعرف او خلينا نعرف الناس ما هي العمليات الغير جراحيه وكم نوع، من بعدها نتفرع بالحديث. تمام. بداية هي العمليات الغير التجميل الغير جراحي هي عدة أنواع. بالبداية نبلش بالفيلر. الفيلر هو فد مادة هي حمض الهاليورونيك تنحقن بالإضافة إلى عدة مواد أخرى، طبعا هي تكون كلها آمنة وبالعكس يستفاد منها البشرة. يعني وظيفته أنه تملي الأماكن، يعني إذا كانت أكو بعض الأحيان وجنات، بعض الأحيان الوجه يكون ماخذ شكل الطول، يحبون يعني هو الأشخاص يحبون يدوروا أو يسوون وجنات. هسه حاليا أكو كونتور ووجنات وأشياء حلوة. فالفيلر وظيفته هو امتلاء فقط. بعض الأحيان يجهلون يقولون شنو الفرق بين الفيلر والبوتوكس وأشياء. فالفيلر هو فقط امتلاء. بالنسبة للشغلة الثانية هي البوتوكس اللي هي تسوي وظيفتها أنه تشل عمل العضلة. فالخطوط التعبيرية تكون ما تطلع وراها، اللي هي بعض الأحيان تبدي من نص العشرينات أو نهايتها إلى الأربعينات تبدي، يعني الى ما لا نهايه بصوره عامه. بالضبط. اي فتبدي اللي هي اكثر شيء بالجبين وحول العين، هاي ما تضحك. فهاي ماتين يشتغل عليها البوتوكس. الشغله الثالثه هي الخيوط الشد اللي هي نتيجه هماتين الايجنج والجاذبيه، يصير ترهل بمنطقه الخدود خصوصا تنزل لجوه، فعن طريق الخيوط تنشد المنطقه وتنسحب. هذا شغلة ثالثة. بعد أكو أشياء اللي هي مال النظارة، الأكثر شيء تزيد وردية البشرة، تحفز إفراز الكولاجين، تقلل آثار الحبوب، يعني تعطي إشراقة ونظارة البشرة، مثل الميزوثيرابي والبلازما وغيرها من هالأشياء. تمام. بما أنه ممكن بالبداية يعني سهلنا على موضوعة أنه نضع مقارنة ما بين عمليات التجميل الجراحي. نعم. والغير جراحي. وأكيد راح نفصل أكثر ما بيناتهم، لكن خلي نفتح اتصالات لكل مشاهدينا. بإمكانكم اليوم تتواصلون معنا عبر الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وأكيد كل شخص اليوم عنده أي استفسار الدكتورة راح تجاوب على كل استفساراتكم وأسئلتكم. وأيضا نرجع بالحديث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم. دكتورة، ذكرتي أنواع متعددة من عمليات التجميل الرائجة واللي عليها إقبال جدا واسع من كلا الجنسين، الذكور وحتى الإناث. طيب خلينا نتحدث اليوم، دائما بمنتصف العشرين ممكن تبدي تظهر بعض التجاعيد جدا بسيطة، هي دائما الخطوط الضاحكة نتيجة ممكن الضعف الزائد. صح. تبدي تظهر. هاي هنا ممكن أنه إحنا نلتجئ إلى عمليات تجميل. خلينا شوي نتحدث عن مرحلة المراهقة، هذه المرحلة اللي هي الوجه بها يتغير إلى عدة أشكال، فبالتالي ما هي النصائح اللي تقدميها تحديدا إلى فئة المراهقين على أنه الفترة المعينة اللي ممكن نبدي بها بعمليات التجميل اللاجراحي؟ تمام. هسه احنا اذا نريد نتوجه للتين ايج اللي هم المراهقين، هاي الفترة هي اكثر شيء هو المفروض يحافظون على التوازن الدهون الموجودة بالبشرة، لانه مشكلة حب الشباب بهاي الفترة من العمر تكون اهم من انه يتوجه للجراحة الغير جراحة، عفوا التجميل الغير جراحي. نعم. ف
فبهاي الفترة أهم نصيحة لهم أنه فترة المراهقة راح يصير عندنا اختلاف بالهرمونات، اختلال اللي هي يجوز تنفرز يعني عند النساء، عند البنات أو الإناث، يعني هرمون الذكورة بشكل أكبر، احتمال عند الذكور يصير عندهم اختلال هرموني. فبهاي الفترة أنه لازم يهتمون ببشرتهم بشكل أكثر كتنظيف عميق، لأنه بهاي الفترة إذا صار عندنا اختلال بالهرمونات راح يصير عندنا زيادة بإفراز. سوري، التنظيف العميق اللي تقصدين به هو استخدام الأجهزة المتاحة الآن؟ ممكن أجهزة، ممكن عناية بالبيت، ممكن أهم شيء أكو أنواع معينة من المنتجات يجوز يجهلون البعض أنه يستخدمون أي شيء. لا، هو لا، احنا اي شيء ما راح يفيد ويا كل انواع البشره. عندنا اشياء خاصه للبشره الدهنيه اللي هي تسوي يعني بها مواد انه مثلا التقشير تيبس البشره من الدهون اللي هوايه والمتراكمه، فهاي اهم من انه يراجع يعني عيادات تجميليه. مراجعه العيادات مو غلط اكيد في حاله التنظيف العميق، في حاله لا ظهور حب الشباب بشكل يعني غير مسيطر عليه، مو وحده واثنين وثلاث، لا انه يعني ينملي الوجه، فبهاي الحاله لا اكيد يحتاج لتداخل يعني دوائي بالبدايه، بعدين من توصل مرحله الاثر نتداخل وياه بالجلسات العلاجيه. جيد جدا. زين، اغلب الشباب يعانون من فتره ما بعد المراهقه هي الاثار المتروكه من هاي المشكله. اي هاي كل هاي مشكله، تسبب مشاكل حتى نفسية يعني بعض الشباب. هي اي اكو يعني حتى شو اسمه بالطب انه اكو مشكله نفسيه بسبب يعني الاثار اللي بعد. إيه فهي يعني هاي مشكله قويه. احنا الاثار عاده الاثار وليس الحبوب، وليس نعالجها. اي الحبوب علاجها دوائي يعني من زمان، من الازل يعني الكتب والها علاج الحب الشباب الاكتف الفعال هو دوائي. يبقى ورا ما تروح شو اسمه الحبايه نبدي نعالجها تدريجيا. طبعا هو اسكار از اسكار، الندبه تبقى ندبه، بس صحيح. نعالجها بشكل انه نقلل العمق. كيف؟ اول شيء كوما، يعني اكو ممكن اجراء تداخلات ليزريه، ممكن تداخلات مايكرو نيدلينج. هسه حاليا المايكرو نيدلينج هي عباره عن يعني عده نيدلات تفوت بالمنطقه، تطي يعني ذبذبات وراديو فريكونسي وياها حراره، تعالج المنطقة، تحفز إفراز الكولاجين بهاي المنطقة المتضررة، فتبدي شوي شوي. كم جلسة تحتاج عادة البشرة ممكن سوري عادة؟ هو أتعرض لهذا السؤال. الجلسات نحددها بعد استجابة البشرة، لأنه أكو سكار عميق وأكو سكار يعني قديم، كل ما يقدم كل ما الندبة أنه تكون أقل استجابة أو يعني تطول الاستجابة. زين، عادة يعني سرعة الاستجابة تكون عند النساء عند الرجال سريعة؟ هذا الشيء يتحدد يعني حسب طبيعة البشرة وحسب قلت لك السكار، يعني هي الندبة نفسها ممكن القديمة تستجاب أقصر يعني بفترة أطول من الجديدة، وبالإضافة إلى عمقها شكلها. أكو أشكال للسكار همينة تختلف من زين. هسه أوكي، الأثر ماكو مشكلة، خلينا نقول يعني نقدر نتخلص من عنده، بس أكو أشخاص يعني تبدي معالم وجههم حتى تتغير وتصير به مثل اي هاي المشكله. هاي العلاج كان غير صحيح من البدايه. يعني العلاج من بدايه ظهور الاكني او حب الشباب كان انه مثلا او اهمله هو البيشنت، يعني ما راح راجع من البدايه، او مثلا هو كان يعني ما التزم بالعلاج اللي منطيه، او العلاج كان من البدايه بطريقه خاطئه. طبعا من الاخطاء الشائعه اليوم اللي احنا فعلا نشوفها وتحدثنا بها، عاده الناس يبحثون عن الجمال لكن ما يبحثون عن الاشياء الاساسيه اللي هي تبرز معالم جمالهم. صح. عاده اليوم انه احنا نهتم بنضاره البشره قبل كل شيء، يعني هاي تعتبر هي من الاشياء المهمه والاساسيه. لكن مع الاسف اليوم اللي دا اشوفه البعض انه ممكن يلتجئ الى اني مثلا خلي احقن البوتوكس او الفيلر وانسى اني اعالج بشرتي، ممكن اللي هي تعاني من المسامات اللي واسعه، ممكن الهالات السود، التصبغات اللي موجوده بالوجه. راح اخذ الاجابه دكتوره من حضرتك، لكن خلينا ناخذ هذا الاتصال. مريم من بغداد، مرحبا مريم. مرحبا، يا اهلا وسهلا. شلونكم؟ الحمد لله. دكتوره اذا يعني على الفيلر، تمام؟ شنو الاعمار اللي يقدرون انهم يحقنون فيلر؟ الاعمار تبدي الاعمار من يعني العشرينات، نقول من منتصف العشرينات ممكن قبلها. هو الفيلر يعني يعتمد انه انت شنو حابه تسوين، يعني اذا انت حابه امتلاء وعمرك مثلا بدايه العشرين نص العشرين عادي انه اوكي اكسبت. تمام. شنو السايد افكت اللي يصير بعد الفيلر؟ شنو الاعراض اللي تصير اذا واحد مثلا يحط فيلر مشفر؟
للشفه. بالنسبه للسايد افكت هو اذا انت حاقنه تحت طبيب مختص يعني تحت ايد طبيب مختص ما راح يصير عندك ذيك المضاعفات، فقط انه اول 5 ايام المنطقه متعرضه لانه يعني نيدلينج فراح تصير زرقه وتورم شويه، ورا 5 ايام كلها يعني ترجع طبيعيه وتحصل على الشكل النهائي الحلو. تمام، شكرا، اهلا وسهلا. شكرا لك. طيب دكتوره نرجع وناخذ ايضا اجابه من حضرتك على اهميه انه احنا نهتم بجماليه البشره ونضارتها قبل ما نبدي بحقن الفيلر او البوتوكس. صح، احنا مرات اعطيك مثال على هذا الشيء، مرات يجون عندهم تقعر جوا العين ومسوي لهم يعني هالات، مرات هو التقعر هو اللي يسوي هالات، لان التقعر يسوي خيال، فهذا الخيال ينعكس يصير انه المنطقه تحت العين لونها اطوخ. فاحنا نقول لهم اول شيء نبلش جلسات ومراهم اكيد يعني علاجات موضعيه نوخر اللون، نخلص هاي الجلسات مثلا 3-4 قد هي تحتاج، بعدين نملي المنطقه بالتقعر فيلر، احسن مما انه انت تملين وبعدها المنطقه سوداء. صحيح، فهي هاي يعني. وبالاضافه الى انه الموضوع طرحتيه هو كلش مهم، يعني اللي عنده مثلا اثار حب شباب والفتره طويله ويجي يريد يسوي يعني شو اسمه، اكيد انه نفضل انه نوجهه اذا يريد يسوي اثنين ماكو اي مشكله، بس نشوف اذا ماكو اكيد يعني بيناتهم مشكله. فاول شيء نوجه انه خلص جلسات علاج حب الشباب واثاره، بعدين ننتقل انه سوي براحتك فيلر بوتوكس اي شيء تحتاج. زين، سالت السؤال وجاوبتني عليه بالكواليس، قلت لك من يسوي عمليات تزويل اكثر؟ اتوقع انت تحاربين يعني عندك مشكله ويا الشباب. لا فسالتك قلت لك شنو اللي او من اللي يسوي عمليات تجميل غير جراحيه اكثر؟ أي. الشباب من بنات، انت جاوبتيني قلتي لي الشباب، لا يعني الرجال يعني. لا لا ما قلت لك، قلت لك انه حاليا الاقبال ما شباب صار يعني بشكل اكثر يعني غير متوقع. اي بس هذا يعني اكثر. لا مو اكثر، لا هم احنا يعني اكثر شيء يعني انا اشوف نساء، بس يعني بشكل غير متوقع يعني حتى مرات انه انصدم بانه العياده فيها شو اسمه يعني ذكور يعني بنسبه كبيره. بالعاده شنو اللي يحبون يسووا؟ اكثر شيء الذكور اكثر شيء على البوتوكس، يعني لانه تبدي التجاعيد هو عاده العضل عند الذكور تكون اكثر اكتف. صحيح، فمن تكون فعاله اكثر راح تسوي التجاعيد بعمر اقل. صح، فخصوصا هاي مال الفورهيد. اي فعاده يلتجئون انه يوخرون على مود يطلعون بعمر اقل، يطلعون صغار. وبالاضافه الى التكساس تكنيك اللي هو تحديد الفك، اكيد هو ابراز فك يعني هذا الذقن هو عند الذكور يطلع كلش حلو، هو عند الاناث حاليا هوايه ملتجئ له بسبب انه بعض الممثلات والهاي انه ما يسووه فكوما انه يلتجئ له هو حلو. اكو على يعني على بنات انه كلش يلوك. بالنسبه للذكور اللي يسوون التحديد الفك يعني اشوف هواي هواي ذكور يجون يعني من الصور يشوفون انه قبل وبعد انه اشياء حلوه فيجون يسوون، هو كلش حلو بالنسبه للذكور هذا الشيء. طبعا انا اقول لهم للشباب ترى الدكتور ما عندها عداوه وياكم يعني، بس تقول انه اوكي يعني اليوم خلينا نقول صارت عندهم ثقافه بالاهتمام بالنفس يعني. صح، اتوقع الشباب سابقا كانوا هاملين انفسهم ويعني ملتهين بظروف الحياه العامه. لا بعض الاحيان يقولون انه عيب هذا الشيء. لا هوايه بس مثلا تعرفين يعني مجتمعنا مرات. صح، يعني خصوصا انه احنا طبيعتنا انه الشعب العراقي شعب ضحوك ويحب. صح، النكته، فما مثلا واحد من الشباب يسوي تعديل بسيط على وجهه ويروح يم اصدقائه يصير حديث الساعه، يصير حديث الساعه، حديث المنطقه كلها. طيب دكتوره خلينا نتحدث بما ان تحدثنا عن التكنيك البسيط اليوم اللي موجود ممكن باستخدام الفيلر. بعض السيدات خلينا نتحدث عن مبدا الثقه بالنفس، تقول انا اليوم ممكن شكلي ما حلو وبالتالي هذه العمليات ممكن راح تكون مكلفه، ونعرف اليوم العمليات الجراحيه فعلا هي تكون مكلفه. صحيح، خاصه عمليات الانف التالي هي راح تحتاج الى مبالغ جدا كبيره وعنايه خاصه. طيب اليوم إذا التجأنا إلى العمليات الغير جراحية اللي هي استخدام مواد الحقن، نسبة تغيير الشكل ايش قد هي راح تكون بالنسبة للأنف أو بسرعة الوجه؟ لا إذا مش يعني اليوم إذا ممكن بعض السيدات ممكن يكون الأنف كبير وصعب عليها تجري العملية الجراحية، لأنه نعرف اليوم إنه الأنف يغير الشكل تغيير شامل، لكن لو التجأت إلى عمليات الحقن الغير جراحية ايش قد ممكن راح تغير من جمالها وبنفس الوقت راح تعزز ثقتها بنفسها من جديد؟ احنا ننطي نسبه عاده نقولها انه بنسبه مثلا 65% راح تشوفين تغيير على مثلا الشكل اللي هي ما حابته.
نحكي على الانف. الانف اكو بعض الاحيان عندهم مثل النزله، صار الانف طويل او منا نازل طرف، اي فهي هاي مسويت لهم انهم المسافه بين الانف والفم قليله، فيصار الشكل انه شويه مو تمام. عاده نرفعه بال خيوط زيز، خيوط الشد هي نفسها اللي نرفع بها شو اسمه الخدود او هاي الاماكن النازله، ان نرفع بها الانف تحت التخدير الموضعي. طبعا كل غير الجراحه تحت التخدير الموضعي، بعض الاحيان حتى الجراحات نجراها تحت، يعني اذا جراحات بسيطه تحت التخدير الموضعي. طبعا انا مستحيل اخذها الخطوه، يعني منين بخفف عشان الجراحه بسيطه؟ لا مو بسيط، لا هو والله يعني تقنعوني اصلا ترى. يعني مو بدون، وانما الم يعني محتمل حيل. زين احنا راح نستمر بحديثنا بس من بعد ما ناخذ هذا الاتصال الهاتفي. سعدون من بغداد، شلونك سعدون؟ صباح الخير. حياك الله، هلا بيك. اهلا وسهلا. شلون دكتوره؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. العفو دكتورة، أنا عندي أريد أسوي عملية تجميل الخشم. نعم. لكن أنا عندي سكر، يعني التقصين أبو السكر شوية، العملية شوية تكون أكيد صعبة علي، فدائما أتحرج، وإضافة إلى ذلك أنا أخاف من عملية جراحية يعني. فأقول يعني تجميل الأنف بدون عملية جراحية؟ اي ممكن انه يعني يخفف لك من الموضوع، بس لازم تخلي ببالك شغله انه التجميل الغير جراحي هو يعني مؤقت لفتره معينه، يعني ممكن يرجع لشكله الاصلي بس مو كلش للاصلي، يعني شويه اقل من عنده، بس هو اوريدي يعني فتشي مؤقت لفتره معينه من الزمن، يعني ممكن توصل بيك سنه او 8 اشهر. اه وبعد ذلك يمكن اعادتها مره ثانيه؟ ممكن. اه يعني قد الحالات، يعني حتى لو كان مثلا عندي عظمه او شيء. لا بهالحاله لا، لانه في حاله اكو يعني الغضروف مثلا شويه صاعد من هنا او هاي، لا لازم له بارد يعني عمليه جراحيه، بس كتحسين شكل ممكن يصير. شكرا. نعم اهلا وسهلا، شكرا لاتصالك. طيب دكتورة، أيضا خلينا نرجع نتحدث عن عمليات التجميل وخاصة موضوعات الفيلر. عادة وأيضا حضرتك ذكرتي اليوم في ظل عالم الشهرة والعديد بدأ يصبح أنه يميل إلى هذا المجال على أنه يكون مشهور، ومع الأسف بدينا نلاحظ الوجوه بدأت تتشابه، ما كنا نفرق ما بين الإعلامية وما بين الممثلة وما بين الموديل. وعادة الإعلانات اللي دا تصير ممكن لطبيب معين فيختار كذا موديل ويروحون يطلعون بنفس الشكل، يعني إذا ما نقرأ الاسم مستحيل نعرف الشكل. صح. الوجه إيه المتابع. صح. أنا هم دا ألاحظ يعني كلش هذا الموضوع. بالنسبة لهذا الموضوع يعني هو الشخص هو اللي يحدده وليس طبيب التجميل. يعني إنه شخص يجي عادة يجون أريد مثل هذا الشيء، يعني طالعون صورة ريد نفس هذا الشيء. عادة يعني أشياء تصير وأشياء لا، لأنه الأناتومي أو تشريح الوجه يختلف من شخص لشخص، مستحيل نقدر نرجعه يعني نسوي هذا مثل هذا، خصوصا هذا الشيء بالشفة. أنه من تجي تقول لي أريد نفس هاي الشفة، هي يعني أنت الأناتومي ما يعني كلش يختلف عن اللي سويناه مثلا، أو ممكن يشبهه فيطلع يشبهه باي تشانس، بس ممكن لا يختلف اختلاف كامل، نقولها اوكي نوصل الفشي قريب بس نفسه لا. درجة الإقناع عند البيشنت اللي ممكن تجيكم، فبالتالي لما يعرض الصورة نقول أنا لازم أصير نسخة طبق الأصل عن هذه الصورة الممثلة الفلانية أو الإعلامية الفلانية، كيف تقدر يعني يقدر الدكتور يقنعه على أنه أنت ملامح وجهك ما يرهم لها، وخاصة التكساس مو كل وجه يرهم له، ونشوف دي يسووه يعني بعيدا عن الجانب الربحي، واكيد كل انسان يحب انه يربح بمجال شغله، لكن مع الاسف اليوم اكو بدوا يشوهون وجههم من خلال عمليات. هو هم عشان هذا الموضوع يتبع هم الطرفين، الدكتور والمراجع. الدكتور يقنع بالطريقه الصحيحه بانه انت ما راح اني اطلعك ما حلو من عيادتي، وبنفس الوقت انت راضي، لا اكيد اريد انا راضي وانت راضي، فاكيد يعني يقنعه بالطريقه السياسيه بانه صح. هذا الشيء يعني ما يدوق لك، يعني مو اجبار. وبالنسبه للمراجع هو اكيد اذا نشوفه مقافل يعني على فد موضوع معين نقدر شويه نحكيها، بس اذا قافل هذا هو هي رغبته بالاخير. يعني اشخاص يعني بصراحه والله مهووسين بعمليات يبدي يحقن اول مره يقوم يزيد مره ومره. صح. ومره، يعني مو بس غير جراحيه، لا جراحيه هم يعني مثلا يسوي خشمه من بعدين يروح يعدل وراها يروح يسوي شد من بعدين يروح يسوي قبليه، يعني صراحه كلش تخوف. صح. اي هاي صارت واهس، يحتاج لها اتوقع نوع من الجراه، لانه اليوم
يعني صعب اسلم وجهي بشخص شايف اعماله او شايف الشيء اللي مسويه بمجرد صور. صحيح. لانه انا اليوم خلينا نقول يعني حكون عنصر تجربه. صحيح. بصراحه. زين، اذا انا ما اريد اكون عنصر تجربه واريد اتاكد من عمل الجراح اللي راح يسوي لي وجهي سواء كان جراحي ام غير جراحي، من طبيعه المواد الى التكنيك الخاص بي، شلون راح اتاكد؟ اول شيء بالنسبه للمواد انه احنا هسه حاليا يعني نسوي هاي الطريقه، انه من يجي المراجع نفتح له الماده قدامه اللي هي مثلا فرنسيه الميد ان نروي هي اكسبايرد فلان شيء نفتحها. والله الحين هم اصلا من يعني هم المراجعين المتعودين علينا، لا دكتوره ما اريد هذا الشيء، يعني انا اعرف نعرفكم وهذا. هاي طريقه. بالنسبه للدكتور انه انت شلون تتقبيب بداية، انه هسه حاليا هوايه كثرت انه سالفه المراكز والحقن، وصارت عد اشخاص انه يكونون مو ذي يعني اختصاص. فبهاي الحاله انه اكيد يعني انت من تعرف هذا فلان شخص هو دكتور طبيب، اكيد انه تلتجئ له، بالاضافه الى الصور اللي ينزلها تتاكد انه هي بلا فلتر بلا اضاءات زايده وناقصه، فتتاكد من شغله عن طريق الصور وتروح له يعني. واكيد تكون سمعته سابقته طبعا. اكيد طبعا. هو يعني بنفس الوقت اكو اشخاص هم فعلا ما يحملون شهاده الدكتوراه، لكن في ظل الدورات اللي اخذوها ممكن هم فعلا خريجين ممكن بايو لكن طريقه حقنهم ايضا طريقه ممتازه. ممتازه صح. انا كلش اشوفه يعني شغلهم حيل حلو يعني فعلا، لكن مع الاسف اكو مثل ما ذكرتي نقطه يعتمدون على مبدا الفلاتر اليوم اللي احنا بنشوفه، ولما تجي راح تشوف الموضوع غير تماما. اريد ايضا اتحدث في موضوع الفيلر، المده الزمنيه، شنو النصائح اللي تقدميها اليوم للسيدات اللي يحبون ممكن يحقنون فيلر ويحافظون على جمالهم بنفس الوقت عدم اظهار التجاعيد خاصه خطوط الضحكه او اللي تكون على الجبين، المده الزمنيه وهل اليوم ممكن تاثر مده الحقن اذا كانت قريبه؟ اول شيء المده الزمنيه هي تتحدد حسب طبيعه جسم الانسان، يعني اكو اشخاص اللي يكون مالتهم الانزيم اللي يحلل الفيلر يكون اكتف عندهم اكثر اللي هو هاليورونيديز، فيحلل الفيلر بسرعه اكبر من غيره. فهاي يعني هم يجون يقولون اني الفيلر ما بقى عندي، بس هو نفس النوع احنا حاقنين بغير انسان وهو هم باقي عندي بس الجسد يمتص هذا الفيلر، فجسمه يكون يعني مأثر بالموضوع. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه الفيلر هسه حتى نقربها للمتلقي، انه الفيلر كلش هوايه يسحب جزيئات الماء، فبهاي الحاله انه حتى نحافظ على ديمومته نقول له اشرب ماء قد ما تقدر، تقريبا لترين ونص باليوم، همينه يحافظ على بقاء الفيلر. الموضوع الثالث هو انه ايش قد الفتره بين حقنه وحقنه، يتحدد حسب انه شو وقت نزل الفيلر، نتاكد انه نزل او قبل لا ينزل بشويه، يعني يبقى بقايا يمكن من 6 أشهر الى 8 أشهر او 5 أشهر. هو قلت لك يتحدد حسب المراجع، بس احنا ننطي رينج هو 6 إلى 8. الحقنه الاولى تنزل اسرع من بقيه الحقنات لانه ماكو ماده، فالبشره متعطشه لهاي الماده تسحبها راسا، لان هي اصلا ماده ترطيب هي. فإذا الجسم غير مرطب وغير مشبع بالماء والمواد الترطيبية ممكن يسحب الفيلر بسرعة أكبر. زين، راح نستمر بحديثنا عن هذا الموضوع، وأكيد للناس حق حتى يشاركونا بهذا الموضوع. طبعا أيام من بغداد، أتوقع أيام من بغداد. صباح الخير عليك يا أيام. صباح النور. حياك الله. يا أهلا وسهلا. ممكن أحكي يا دكتورة؟ أكيد تفضل. أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة. أهلا وسهلا بنتي. سؤالي مو جراحي، أسأل عن البشرة عادي؟ عفوا ممكن تعيدين؟ عيدي السؤال. سؤالي مو جراحي مو عن العمليات. نعم تفضلي. تمام. أنا بشرتي جافة دكتورة. نعم. فجافة حساسة. أستخدم صابون، يعني راجع الدكاترة أعطاني صابون مو غسول. أوكي. تمام، بس أنا أحس يطلع عندي مسامات. زين. وشبوب شباب هم دا يطلع. زين، أنت جافة بس دا يطلع حب شباب. تمام، بس انا عبر مرحلة المراهقة بدا يطلع حبوب. تمام، عمرك؟ عمري 25. 25 سنة، اوكي. عندك مشكلة هرمونية نسائية؟ لا ما مراجعة صراحة. تمام، ما مراجعة بس ما تدري. عندي سؤال. لا انا مراجعة قبل. اوكي. يعني سويت فحص الهرمونات وكل شيء طبيعي طلع. تمام. بس عندي سؤال ثاني دكتورة، الغسول يطول ولا لا شيء اسمه الصابون؟ ويصير في ناس نستخدمهم او لا؟ اوكي، هسه اجاوبك على كل اسئلتك. تمام دكتورة،
يا اهلا وسهلا. حبيبي بالبداية بشرة الجافة وحساسة يعني هذا يعني نوع من انواع البشرة. تبدي لازم يعني اهم شيء العناية بها بصورة صحيحة. بالنسبة للصابون او الغسول يعني انا بالنسبة لي افضل الغسول لانه الصابون بها مواد قلوية تنشف الوجه اكثر ما هو ناشف. حتى لو تكون الصابونة بها مواد زيتية حتى لو يعني همتين تبقى بها المادة القلوية اكثر من الغسول. والغسول يقدرون يضيفوا له مواد يعني اكثر ترطيبية. نعم لانه يتحكمون به. فانا بالنسبه لي افضل الغسول اكثر من الصابونه. بالنسبه للحب الشباب هو له كوما عوامل يعني ممكن اصلا بدون سبب يطلع. يسموه ايديوباثيك يعني ماكو سبب هو يعني جيناتها تطلع حب شباب. ممكن اكو اسباب كلش هواي لها يعني 25 سنه هو ايديال يعني ايج يعني العمر الكلش انه تطلع به حب الشباب. فترة 25 تبقى انه ايش قد كميتها، هل هي هوايه تعالجها بعلاجات لازم دوائيه مثلا اللي تيبس اللي هي الريتينويد وهاي منتجات التنشيف البشره او غيرها من الاشياء لازم يعني انه الطبيب هو يشوفها بعينه يشوف ايش كم حبايه اكتب ايش كم انه اسكار عايفه لها. بالنسبه لل بعد شنو قالت لي انه بسامات بوجهها المسامات. المسامات عادة هي خلينا نعرف هي شنو هي المسامة. المسامة هي فتحات موجودة على سطح البشرة تخرج كل الإفرازات اللي صارت داخل البشرة دهنية عرقية إلى خارج سطح البشرة، فوظيفتها كلش ضرورية. تبقى أنه بعض الأشخاص عندهم مسام واسع. هاي الأشياء أنه بسبب أنه عدم العناية الصحيحة نرجع نقول، لأنه في حال تراكم الأوساخ بهاي المسامات ومن غسلت ومن يعني من اعتنى بها بصورة صحيحة فبهاي الحالة راح تتوسع المسام. عندنا إجراءات أنه إحنا نقلل المسام، بس ويا هاي الإجراءات مساعدة أنه بالبيت لازم تعتني بشرتها بصورة كلش صحيحة، المنتجات الصح للبشرة الصح بالإضافة إلى النظافة للبشرة. وأكيد بالنسبة للسيدات إزالة الميك أب بصورة كلش صحيحة وبعد المناسبة مثلا، لأنه تراكمات الميك أب بالمكان همينة راح توسع المسام تغلقه وتسوي لنا بالإضافة حب شباب. جيد جدا. زين إذا ردنا نتكلم عن العناية بالبشرة لكل الجنسين، اليوم انتشرت بالآونة الأخيرة خصوصا الإعلانات اللي نلاحظها على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تنظيف البشرة بأجهزة متخصصة بجهاز يشمل كذا وكذا بجلسة واحدة بأسعار زهيدة. أريد نعرف شنو تفاصيل أكثر بالنسبة لتنظيف البشرة. يعني تنظيف البشرة اليوم أتوقع المتعارف عليه شوفي خلي أحكي لك يعني بصورة عامة الشباب عندما يلتقون يم الحلاقة الرجالي زين مثلا تصير حكايه فيما بيناتهم فيقول له انه احنا شلون راح نقدر نعتني ببشرتنا؟ حلاق شو يقول لهم؟ معجون حلاقه تخليه على وجهك تشطف بالوجه تتركه ربع ساعه ومن بعدها تغسله. هذا المتعارف عليه والله العظيم. يعني حتى اكو ناس تجي تحلق شعرها على مود المعجون بس الموجود عند هذا الحلاق. فريد نعرف اليوم شنو هي الطريقة الصحيحة للعناية بالبشرة لكل الجنسين؟ خلينا نقول اوكي مو يم الدكتور او مو يم المركز بالبيت. اذا انا اريد اسوي عناية دائمة بين يوم ويوم وما اهلك البشرة مالتي حتى احتفظ بالبشرة لاكثر مدة ممكنة على مود ما تصير تجاعيد وطلع كبير. لا هي تجاعيد ما لها علاقة بهذا الموضوع. التنظيف والعناية اوكي هي اكو منتجات انه تقلل التجاعيد وتحافظ على الكولاجين موجود بالبشرة، لكن اغلب الاحيان انه التجاعيد هي عوامل يعني تعبيريه. زين نجي على تنظيف البشره او العنايه. انا اللي تكون عاده نسأل الموضوع الصالونات والهاي انا ما ملمه به، فالموضوع يعني النظافه هو عاده يكون بالشهر مره وليس بين يوم ويوم كتنظيف عميق. هاي بالبيت لو لا احنا دا نقول انه تنظيف عميق يعني اكيد عند المراكز اي أوكي. واكيد مكان صح ونظيف ومتاكدين من 100% بانه الراس اللي دا ينظفوا له يعني مالت الجهاز اللي دا يتنظف هذا الشخص هو يختلف عن الثاني يختلف عن الثاني يعني ديسبوزابل ويندب. هذا شيء كلش مهم. فالتنظيف العميق هو مره بالشهر او مره كل 3 اسابيع حتى لا نهلك بشرتنا لا نأثر عليها، لانه التنظيف العميق حي يعني يعرضها لتقشير عميق يعني هذا الطبقه الفوقانيه كلها راح مثل تهتري فيطلع جواها طبقه الى حد ما يعني مو يعني كميه كبيره. بالنسبه للبيت انه اكيد اول شيء التغسيل المستمر
بماء لا فاتر ولا العفو لا بارد ولا حار. اهم شيء على مود نحافظ على الرطوبه مال البشره فيكون بماء فاتر. الاهم شيء واهم من هذا كله المنتجات اللي يستخدمها تكون ملائمه جدا لبشرته من طبيب يطهيها او هو يعني يكون. واخر شيء الواقي الشمس هو كلش ضروري، واقي الشمس بالنسبه لل شو اسمه للعنايه. هاي بالبيت زين، هاي بعد المركز وبالبيت شلون؟ بالبيت هو يعني قلت لك انه المواد اللي يستخدمها تكون ملائمه. اذا بالنسبه للسيدات هو انا ما بدي احكي على الذكور، انا الذكور ما يلتزمون. سيداتك هواية ما شاء الله مواد، يعني اذا اخليهن على على هذا الجهاز يجوز ما يكفن يعني بصراحه. اي مو سيدات يلتزمون يعني ما يعني الرجال ما مو دائما. هو انت عندك عداوه ويا الرجال؟ لا ما عندي، بس هو ما يلتزمون. بس ممكن انه اكو اشياء يعني يستخدمها بالبيت كترطيب، كنظاره، يعني على مود التجاعيد شويه، يعني هو ما ياثر تاثير كلش قوي، وانما يعني يحافظ على رطوبه البشره. جيد. شكرا لك دكتوره، يعني اليوم تحدثنا بكثير من المفاصل، ويعني شكرا لكل المعلومات اللي افادتيني بها وافادتي مسامع المشاهدين، شكرا لك مره اخرى. قبل ما نختم دكتوره، عاده احنا نسال الاشخاص يعني اصحاب العمل نفسه، انت كم عمليه مسويه؟ عمليه تجميل؟ غير جراحيه. غير جراحيه لا مسويه يعني جراحية. بس مو هوايه، يعني مسوي فيلر، بس فيلر. وبعد؟ لا بس فيلر. منا لا بس فيلر اقول. زين، وجراحيه؟ لا جراحيه. ما تفكرين تسوين؟ يعني ما عندي شيء انه يحتاج انه اسوي له عمليه جراحيه، العمليه الجراحيه تتحدد اذا كان الشخص محتاج. زين. بعض الاحيان هم تسوي عوامل نفسيه يعني خصوصا الانف. صحيح. يعني اكو اشخاص كلش محتاجها واكو لا يعني كلش ما محتاجها ويسووها فيصير يعني كلش محل. طبعا دكتوره اكيد شكرا لك مره اخرى وشكرا لتواجدك. شكرا تحياتنا لك، نورتينا دكتوره. وشكرا لك مشاهدينا الاكارم، طبعا ساعتنا الاولى انتهت. واكيد راح ننتقل الى تقرير، وما بعد التقرير راح تلتقون ويا زميلتنا ميس وعالم الابراج، لكن هالمره روحوا ويا رونق وبعدها راح تلقاكم ميس.